كيفاش بغيتي هاد المدونه الاسره تنجح؟ ما يمكنش تنجح. واش كنديروا الخنونه على العكار؟ راه ما يمكنش. ملي كنجيو للمدونه ونبغيو نشتغلوا في المدونه كاين بزاف ديال الكذبات. كاين واحد الكذبه سميتها الصلح. كذبه ان القاضي ولا القضيه شحال مازال بنتي باش باش تقريبا 5 دقائق 5 ديال الدقائق. انا ضري على جوج ديال المؤسسات او ثلاثه اللي غنسميهم انا مؤسسات في مدونه الاسره لان كاين بزاف ديال بزاف ما يتقال. الصلح كان جدي كمؤسسه سنسميهم مؤسسه كان جدي كراني غنفيق هذاك الراجل اللي تسرع وجاي يطلب التطليق وغنفيق هذيك المراه الى تا هي طجات عيات طرطقات وجات تطلب التطليق. الا كان الصلح جدي تيمكنني نردهم عقلهم ونحافظ على ذاك الاسره. ولكن الصلح سوري فقط بحال المساعده الاجتماعيه اللي هي سوريا ايضا فقط تلقى قوائم مكتوبه بمساعده المساعده الاجتماعيه. ما كاينش هذا الشيء. هذا الشيء غادي نكتفي غير بالاشاره ما ندخلش معكم في التدقيق بزاف ولكن فقط سجلوا بانه الصلح هو فقط سوري. المفروض يكون صلح حقيقي اللي نشتغلوا فيه ونديروا فيه جلسه اولى وجلسه ثانيه بحال اللي كينص عليها المدونه حيت راه العيب اين عم المدونه فيها خصنا نديروا لها بعض التغيير لان كاين النصوص يعني ماشي التغيير الشامل ولكن تغيير لمجموعه من النصوص لانه كما كان الحال هذه الطفره درناها في مدونه الاسره راه كانت المراه مسكينه قبل 2004 تتاكل العصا كل نهار وكتغتصب كل نهار من الزوج ديالها وما تقدرش تطلق. ملي كتمشي تطلق تبقى 3 سنين 7 سنين 8 سنين وهي في المسطره وما تطلقش. اذا راه هادشي علاش درنا تطليق الشقاق باش هاد المراه اللي ضحيه ما تبقاش كتكرفس هكا. ملي تدير مسطره غدير مسطره تطليق الشقاق وغتطلق. ولكن للاسف رجعت المراه غير كتشوف مسلسل تركي كيبان لها مهند زوين كدورها كتلقى واحد كيشخر حداها كتمشي تطلق. يعني كتقلق وكتجمع له شي على شي وملي كتجلس تسمع لها واش عندها شي حاجه جديه ديال باش تطلق؟ ما عندهاش شي حاجه جديه. ما كاينش شي حاجه قويه اللي تقول عليها نمشي نطلق. سمحوا لي ملي كنعطيكم هذه الامثله راه غير باش نخفف شي شويه لان هذا الشيء ازمه هذا الشيء كنغليو من الداخل. طبعا هذا الشيء اللي تنقول لكم ماشي حقيقه هذه تصوير كاريكاتيري ولكن راه كاين مبالغات فلهذا تطليق الاشتقاق جا من اجل هذا ماشي جا باش المراه كل ما جات تمشي تطلق وتخلي ذاك الدراري مشتين على باهم وتمشي هي تجلس مع ولادها وهو بنص الاجر ديالو وهي بالنص ديال الاجر ديالها. ما ذاك الولاد مربين مزيان مع امه وباهم ما هي عايشه ما هو عايش ما حتى شي حاجه. يعني اكتساب او اقتصام ما اكتسب اثناء العلاقه الزوجيه ما كذبه ثانيه. انا بحال المشرع بغى يرضي شي وحدين على المستوى الدولي يقول لهم صافي صافي المراه غتاخذ حقها غتاخذ حقها صافي وخا تطلق غتاخذ حقها ما تخرجش يد قدام يد اللور. ولكن ملي جينا للصيغه ما عطيناها حتى حاجه في التحرير. كيفاش كتبناها؟ ما كاينش. يعني الا ما كنتيش كتشتغلي وعطيتي الفلوس مباشره وبواسطه الشيء بطريقه بواسطه الشيء وكتبتي العلاقه مباشره بين الشيك اللي عطيتي للراجل باش شرا الدار وديك الدار اللي شراها ودارها في سميتو ما عندك حتى شي حاجه. جات عندي مره 30 عام وهي كتبيع المسمن كتنوض في 5 الصباح وكتخرج تبيعو في الظلام وكتخبع الفلوس ديالها يوميا تحت واحد الجليجه دايره واحد الحفره وكتخبع فلوسها 30 عام والراجل ديالها كيضرب الجوانات والكيف هي اللي كتعطيها كتعطيه الفلوس ما كيخدمش. من بعد 30 عام جمعت داك الفليسات وهي كتعاود خصك تشوفها كيفاش تعاود كتجمع داك الفليسات 10 درهم مع 20 درهم الى اخره باش مشات صحات لقات عندها جمعات واحد البركه قالت له الراجل شنو نديروا بهذ الفلوس نديروا دابا شي مشروع شي محل ندير فيه الحرشه ولا نسمن ما بقاش ندير هادشي في الدار ما بقاش ندير في الزنقه. قال لها لا اري انا نعرف شنو غادي ندير. مشى شرا واحد الكراج دار فيه محل للحلاقه ومن بعد ما داروا في سميتو قال لها بغيت تعدد بغيت نتزوج. قالت له كيفاش تزوج؟ صدقوا مطلقين. ناضت هي كتقول لهم قت
اقتسام الممتلكات ما علاش باش تثبت بان الفلوس هي اللي عطاتهم له باش شرى الارض داك الدار داك المحل ودارو سميتو. مشات المحكمه الابتدائيه ومشات الاستئناف ومشات النقد. اذن ملي كنشوفوا الفصل 49 راه تنقولوا بان عندها اقتسام. اذن خصنا نكونوا واضحين وتكون عندنا جرأه. واش المراه الا جلست في الدار وخدمات وغسلات الماعن وبدلات الوليدات ودات لهذا السوايع ودات هذا الرياضه وهذا قراتو وانت وجدت الغداء، واش هذا الشيء غنعتبره عمل؟ اذن الا اعتبرنا عمل خصنا نكونوا عندنا جرأه ونقولوا هذا عمل، هذه مساهمه ديالها. ولا كنا غنقولوا لا هذه مساهمه ماشي مساهمه نحيدها. ولكن باش ندير هذا التحرير اللي درت، هذه الصيغه اللي درت، العمل والعيب والمجهود. اجوا عرفوا لي شنو هما هذو ثلاثه؟ عبارات مجرده. مصلحه المصلحه الفضلى للطفل كذبه. كذبه ملي كتكون المراه مطلقه كتكون عايشه مع دار باها مع دار راجلها، اذن سجلي الوليد حدا داك الدار. ملي تبغي تنقلو من بعد الطلاق ما يمكنلاش تنقلو، فين هي مصلحه الفضلى ديال الطفل؟ كيبقى الولد كاع على خرايا 3 شهور 4 شهور 5 شهور وهي كترغب وتزوج في هذاك الطليق ديالها باش يعطيها الاذن باش نقلوا لي. اذن فين هي المصلحه؟ المصلحه هي انني نعطي تكون عندها اليات قانونيه اللي منين يجي الام لعند المؤسسه مدير المؤسسه يقيدها ولدها. هذه هي المصلحه الفضلى. ما نشوفش المساطير والاجراءات القانونيه، غنقيدها ولدها ونصيفط هذيك الساعه ديال الاجراءات القانونيه. ولكن الاول ها المصلحه الفضلى سي لا سوبريماسي لا سوفرينتي دي دووا اي دي زانتيغي دو لونفون. ماشي مصلحه كذوب كنكذبوا. تعدد تعدد او تعديد ماشي تعدد. لغه خصنا نقولوا التعديل، حيت التعدد سي اون اكسيون اوتونوم كي سو في توت سول. او التعديل سي كيلكو شوز كي دوات اتفي باغ كيلكا، لاكسيون افيك كيلكا كي لو في. التعديل تيقول لك خص مبرر استثنائي. شنو هو التعريف ديال المبرر الاستثنائي؟ باش نعطيه للقاضي، القاضي اللي يخلي له السلطه التقديريه. هذا عجبو يعطيه التعديل، هذا ما عجبوش ما نعطيهش التعديل، هذا كينتمي لهذه الجهه نعطيه، هذا ما كينتميش ما نعطيهش. خصنا نديرو التعديل. إذا قلنا نقولوا مبرر استثنائي، أن عاوتاني هنا خصنا يكون لنا جرأة، إلا كنا مسلمين. حيت دابا عاوتاني حتى العيالات كيقتلوا النوافل وصوم الاثنين والخميس والتسابيح الله أكبر كل شيء ما شاء الله سبحان الله استغفر الله ما شاء الله كل شيء. إذا جيت تقول لك التعديل ياك هذه الشريعة. إذا واش فهمتوني راه خصنا نكونوا صريحين، راه خصنا نتصالحوا مع نفسنا، نعرفوا شنو بغينا. إلا ما بغيناش نديروا الشريعه نحيدوا في ذات الشريعه. ولكن ما بقاوش نديروا النص هكا والنص هكا، قلت لكم باش ما نبقاوش النص هكا والنص هكا، راه خصنا نكونوا هكا نيشان، وخصنا نقراو، وخصنا نترباو، وخصنا نرجعوا للامور ديالنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خليتكم جوج الحوايج اللي تمسكتوا بهم عمركم ما تيهوا. حنا راه غادي كنبيعوا فيهم كنتنازلوا بهم. كانت نازلوا عليهم. ملي تكلمت الاخت حنان على كنكتبوا الهبه، كنكتب انا كاب خفت ملي نموت انا يجيو عمام البنات اللي عندي جوج البنات ولا ثلاثه يجيو يخرجوهم. هادشي واقعي كيخرجوهم النهار ديال الجنازه. علاش قلت لكم الراجل ما بقاش راجل؟ حيت الاسلام دار للرجال وما بخلاش حنا الراجل اش غنديروا؟ هذاك الراجل راه هو اللي كيحضن هذوك البنيتات كيرجعوا بناتو. دابا الراجل اللي عندنا لا غيخرجهم. اذن شنو درنا؟ احنا رجعنا كنشوفوا كيفاش يمكن نسميه، واش مكر هذا الارث للشرع ديال الله؟ ربي تيقول لك ما تبقاش تحسب داك الشيء بزاف، علاش تبقى تعطيه؟ واش انت ربي هو اللي قسم الارث؟ ولكن الارث ما كاين حتى من بعد الوفاه. اما الانسان في حياته فهو حر في ماله، يعطي اللي بغى، ولكن هو ما عطاش لبناته حيت هو حر، لا هو خايف من الاخرين يديو له. ان كان كنا مسلمين واش هذاك العم غيدي لهم؟ هذاك العم هو غيزيدهم، هذا هو العم، هذا هو الراجل. اذا رجعنا ملي كنسمحوا في هذا الشيء هذا رجع التصرفات ديالنا غدا وكتغير غدا وكتغير. كل مشكل كيوقع لنا كنقلبوا له على سلوك اللي يليق به وحنا كنبعدوا على الدين ديالنا. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.